حرف التاء المربوطه. حرف التاء المربوطه يعني ابو همزه. انت اصبر ايه مو كل شيء انت معطيه الاسئله على جنب. لا والله لا. طيب يا اخي تاء مربوطه. اهدى اهدى. لا ما في غش ولا ما في غش بس تاء مربوطه. ايوه قاف ايه واو باء ميم لام. التلميحه قدر. ها عبد الرحمن مقلوبه. مقلوبه اللي شافها صحيح لعبد القاسم. اقلبها ومقلوبه وايش تو مقلوبه. والله يا دقيقه 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 والله شوف الله يستر. انا اول ما حطوا الاثنين على الجرس اعطيت نظره كذا اشر لي. الحمد لله. دقيقه قول لا اله الا الله. قول لا اله الا الله. انت استيعابك بطيء. افتح الواتساب بينكم وبين مجدي. والله ابي اشوف ارسل لك الاسئله ولا لا. اقول لك شيء. الاسئله انا ما شفتها الا قبل الحلقه. مجدي ها الاسئله انا ما شفتها الا قبل الحلقه. هذا جوالي. انا اخاف تشوف حول لي اسلفني تحصل الاشياء دي. جيب معك نص حبه بخاري. شوف ما في اي اسئله. يلا يا صالح. النتيجة صارت 3-0. دقيقة كم التوتال حق الحلقة كلها؟ يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة. دقيقة دقيقة يا ابو ثلاثة. شوف لا تغرك يعني وهج البدايات. نعم نعم. فالأهم النهايات الناجحة. انتبه مني. الله ترى أنا يسموني أبو الخط الأخير. طيب يلا الآن راح الثلاثة أسئلة وباقي ثلاثة أسئلة في ذي الجولة في نفس اللعبة. نعم في نفس اللعبة. يلا زمان الخير قد حان وقد صرنا به الآن.